بقع الناس الغالية في قناة بوشعيب والضاوية. ها شوفي إيمان، واش ما بغيتوش قاعد تسجدوا طبيعكم؟ مالكو دايرين هكذا؟ اسمح لي لها ماما، مالكي ياك لاباس؟ يا راني على السبع دخلت للكوزينه ونخلعت، واش غير اللي جبدت تشرب جغمه ديال الماء تجبد الكاس؟ يا ابن عمي غير درك مينوت نلقى الساريج مسطر بالكيسان، واش ما تحرفوش تشلو وتشربوا ولا فيكم الجدام تخافوا يلصق في بعضياتكم؟ انا بعتا ماما دايما نهز باللي شربوا فيهم ونشلل ونشرب. يا سكتي سكتي، ما رانيش نشوف لحقاش. صافا ماما خلينا بالكيسان، درك يخرج الصيف والتناي. قولي لها ماما بغيت نسولك. سولي، واش تبغيتي؟ دوك الناس اللي هدروا في إكرامة ماما ولاوش، بغيت نسولها وخفت لنحرجها. يا ودي واش من ولا ولا ما يوليوش؟ ما ردوا لا بالزينة لا بالشينة. واش هي غوات لهم الزوادة باللي يتقال واللي ما يتقالش وبغيتيهم يوليو؟ قلت لها درقي داكشي واللي فات مات، هي ما بغاتش تسمع الهضرة. شكون يقبل داكشي كاع بيا وطلع؟ لو كان زعما انا عندي الولد نكونوا حقانيين، نقبل عليه يدي وحدة حياتها ما فيهاش الضو. والله عليا لا دخلت، واخا يبقى فيا غير عرقي يلتخ. اما ما راه ربي يغفر، علاش نحاسبوا الواحد على ماضيه؟ راه ما كانش اللي ما عندوش اخطاء في حياته، غير هو كاين اللي يعرف يسترها ويستر ربي، وكاين اللي يتفضح وخبره يجيبوها التواله. وربي يقبل التوبه، علاش حنا نبشوا ونحاسبوا بنادم؟ راه كل واحد وظروفه. يا بنتي ما نعليش الشيطان، راه ماشي الناس كيف كيف. بنادم يكون غارق من راسو حتى رجليه ويجي يدير عاد راسو يحاسب فيك. بصح راه من بكري يقول لك الجمل يشوف غير حدبت صاحبه. انا بهذا الشيء اللي كنت خايفه، علاش قلت لها ستري روحك وما تقوليش؟ بصح هي ما سمعتش الهضره. الصراحه ماما دارت مزيان، اللهم تبداها بالصفه والصراحه بين الاول. الكذوبه ماما حبالو قصار، وكذبه تجبد كذبه تلقى راسها دخلت في شي دوامه ما تخرجش بيها. اللهم الوضوح بالاول. كي داير هذا الوضوء بالاول؟ قلت لها توضي وقري على روحك ما نعرف واش مو دارت. لا ماما قلت لك الوضوح الوضوح، زعما بنادم يكون صريح بالاول وما يبداهاش بالكذوب والتخرويض. يا بنتي واش حنا غير جينا وبغينا نكذبوا؟ راه الصراحه حياتها ما فيها كاع ما يعجب، تبغي تترقعي شويه مكان ما يترقع. ايوا الحق نقولوه. لا ماما اكرم بنت مزيانه، وغادي ربي يجيب لها ربي اللي يقبل بها وبعيوبها وما يحاسبهاش على الماضي ديالها، وكل شيء عند الله قريب. ايوا يا ربي يا ربي، داكشي ما رانا نتمناو كاملين. يا خير والسلام. ها ترى شوفي لي هاد النمره اللي راه تصوني ديال من ديال الحياه. لا واه ماما ديال الحياه، تبارك الله عليك ماما، تعقلي النوامر بلا سماوات. وراها باينه تكمل بالزيرويات. تسس نشوف واش بغات. الو على سلامتك كايلي. الو عمتي عيشه، اجري واجري، وخالتي الخامسه راه في السبيطار وغايبه كما تردش البال. هيا نوري كي صرات لها مسكينه. ديتوها للسبيطار ولا راكو تفرجوا فيها؟ الا جبناها بصح مازال ما تفيق. يا ربي السلامه يا ربي السلامه، واش تا قالوا لها؟ مازال يرد علينا الطبيب، دخلوها لينا راه غايبه. يا ربي يا ربي، والله ما تستاهل مسكينه. شوفي غادي نوجد راسي ونجي. قلتي هل دار داوية؟ اغي قولي لهم انت الله يرحم الوالدين، راني موضرة اجوي بعد تايمان ولا ميلودات قبل لي البزارة جيبتني ما حيلتي ليها ما حيلتي. واخا صافي غير تهناي، الا قال لكم الطبيب شي حاجة ردي عليا صافي. واخا بالسلامة خالتي عيشة ونتكل عليك. يا ربي السلامة خالتي الخامسة مسكينة. اجوي وجدي راسك تمشي معايا، وانا نمشي عند خالتك الضاوية نعلمهم. ماما الله يرحم الوالدين، غير حفيني انا ودي معك ميلودة. يا نوري ميلودة ما درنا حتى رديناها لمواليها، نمشي هانيا للغالها خليها عليا تما ما حضرها لاصقة، هتمشي هانيا تولي كي ندير لها. ايوا وخدمت يا ماما انا كي ندير لها؟ كيتك اللي يسمعك يقول راكي تصنعي تما الصوارخ. يلا هوكا يلا نمشي ونشوفوا المرا مالها ونطلبوا الله يشافيها ويطول في عمرها. اوه الضاوية، جيبي جيبي ديك الفرفارة ديريها لي هنا، راه الحمار كملني الله يستر، قريب ما نبقاش نبان. ها خالتي راني قلت لك نديرها لك ما بغيتيش، قلتي لي الضو يخرج لنا بزاف. ايوا مين ديروها انتوما ما تعرفولهاش؟ يا يعني نديرها غير شويه ونطفي لها. اصحابك راني بغيت نديرها غير هكك. راه ديك النهار قالتها لي الطبيبه، قالت لي ديري الفرفاره ولا عليها كريم. فوقاش مشيتي للطبيبه خالتي؟ ايوا مالك انت هانيه، واش قاسك الزميمر ولا بغيتي تكذبيني؟ ها
قولي بغيتي تكذبيني قولي. اشكون؟ حلو حلو يا نعيشة. يا ربي الله يستر روحي وكا روحي حليلها. اما نعرف ما انا معدن باش مخدومة ما يقر فيها شمش ولا شتاء. سلام عيشة دخلي زيدي مرحبا بك. اللي اختي راني مشطونة ما نجلسش حتى المرة اخرى ان شاء الله. يا زيدي يا عيشة مالك يحشمتي ولا هاكي صرات لك خرجتي في هاد الطحاطح؟ يا ودي لالا الزاهية واش خاطري؟ ياك لاباس عيشة واسمو كاين؟ صرات لي حياة كانت لي جري ولالا الخامسة راها في السبيطر قالك الله يستر ما تردش كاع البال. يا ربي السلامة كي صرات لها واش سكر ولا؟ يا ودي ما سقسيتهاش بصح قالت لك راها كان الله وما طردتش كاع البال قالك شوف واش تعيش ولا ما تعيش الله يحفظ اغي قالتها لي وقالت لي روحي قوليها لدار عمتي الضاويه قالت لي علميهم وراني جيت نجري. يا توالي تكون غير دارت لكم موطه حمار باش لاكون يديوها فين اخر راها ولفت الخريج والسعيديات والبحورات هادو هما خدايم العقيسات. خالتي الله يهديك خالتي الخامسه كاع ما فيهاش هاد الطحراميات. يا تعرفيها خير بيا لحقاش كل شي فيه تحرميات بيا وطلع بصح انا لا لا ما نديرش انا كاع حد الخدايم يا انا اللي فيا زينه نجي لبنادم ديريكت بغا يعجبو الحال ولا ما يعجبوش. ايوا المهم انا راني غاديه واش نمشيو حتى نتوما؟ عيشه ما كرهتش والله ما كرهت خالتي الخامسه عزيزه عليا بحال ما بصح انا عندي الضياف هاد الليله بوش عايب عرض على صحابه شحال هو داير معاهم الهضره بصح غدا الصبح نلحق ان شاء الله. ايه قولي عندك العراده واه وغي صحابو ما كانش نسى؟ لا لا غير رجال خيار. ايه ولا بغى ها شوف لالا الضويه الا كنتي ناويه تصيفطي لي الحق كي موالفاه راه تما البنات زعما الا كنتي غادي تصيفطي ماشي تكلفي عليا ولا ديري على حسابي. لا يا يجدور ما تسلطي عليا وعلى دار ولدي واش ولدك ولا نساك اه ولا ولدك باه وشاركك معاه في المدينه؟ ايوا لالا الزهية غير قلت وصافي انا اعرف اختي الضويه ما تنسانيش اللي بدات تفقدني مسكينه. ايوا ربي يخلصكم لا انت لا هي اللي تضلوا تحلبوا في ذاك الولد مسكين. قولي لي بعد انت لالا الزهية تمشي نمشي ومرافقين ولا كيفاش؟ شوفي والله لا بغيت نمشي وما عرفتش ارواحي نقول لك ارواحي. ها رانا لالا الزهية واسمو كاين؟ يا الضاوية هاي واروحي انت جيبي الفرفرة راني قلت لك الحمان قتلني. واخا خالتي واخا. ها شوفي قلت لك والله ما عرفت بغيت نمشي وما بغيتش. مين كاين هاد العشاء نبغي نوقف عليها. كاع اللي شاط قبضوا لحبابها الا ما وقفت على رزق ولدي ضربوا الخلاء. ايه والله يقبل انا الزاهية ما يدوم غير هاد الشي حيا بنادم ما ياكل فاش نفعو والله ما ينفع غير اللي مشى صدقة هاك وهاك. واسمو راكي تفتي انتي هانية الصدقة اللي عنده وزاد عليه الخير واش انا ولدي مسكين نهار نهار هو ينحرق في الشموشات وتجي هي تقبض لحباباتها وتسمنهم. واه لالا الزاهية واه عندك الحق ما نكذبكش بصح لالا الضاوية ما ديرش هاد الشي جاب لي بالي ما فيهاش هاد الطبيعة الا بغات تصدق مسكينة تصيفط لي واحد الطبسي في شي حاجة هكا زعما خفيفة للبنات والله عاد نزيدو مع الطماطيش والبصلة والله ما يقدنا زعما تقولي راها تعمر لي ولا لا يا بدن. كيتك راها تصيفط لك غير داك اللي تسري في المرميطة ما القروطة الصحاح راهم يمشيو فين اخر. ايه واه ايوا معليش معليش انا لالا الزاهية شوفي يلا هي نمشيو واللي بغات ديرو ديرو. ايوا صافي نمشي دروك نوصي ليلى نقول لها قبالتك. ها شوفي بصح غادي نترافق معاكم يا بصح نعلمك من دروك كاع ما تكليش عليا في المركوب ولا تقولي نخكلها ويخلص بلاصتو نجيكنيش انا عيشه. اغي يلا هكا يلا غادي تديهم معاك بنادم بقات له خطوه على الاخيره وما يتصدق ما يدي لاجر. ترا عاودي واسمو قلتي؟ يا قلت لك غي يلا ترقاب على المريض فيه لاجر. ايوا واخا واخا الى ما كانتش دايرها غير بالعاني انا هانتي. يوم نجيب لكم قصة
جديدة وخبر، مرحبا بيكم في دار بوشعيب والداوية، شعيب والداوية الفراجة نادية، شعيب والداوية والحالة زاهية، شعيب والداوية سلسلة نادية، شعيب والداوية يفاجئ عليا.